إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد علم لدى جميع المغاربة أن تاريخ 20 غشت من كل سنة يخلد ذكرى لثورة الملك والشعب، وذلك يوم غد بحول الله جل وعلا. وأذكر اليوم بحول الله جل وعلا آية من كتاب الله جل وعلا، وذلك قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإني لأذكر أن جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني أمير المؤمنين كلما خطب بهذه المناسبة تمثل وذكر هذه الآية: من المؤمنين رجال. والقصد من ذلك هو بيان أن المرجعية العليا لمفهوم الوطنية إنما هو الإسلام. الإسلام هو المضمون الأساس، الدين الإسلامي هو المرجع الحق لمعنى الوطنية. ولذلك حينما تأسس الجهاد في سبيل الله ومقاومة المعمر أو المحتل بالأحرى، إنما كان المرجع لدى جميع قادة المقاومة وجيش التحرير ومن سار على دربهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، بل من مدارس التعليم الأصيل من القرويين ومن المعاهد الإسلامية بشتى مدن المغرب انطلقت الشرارة الأولى للمقاومة والمدافعة المحتل، وهذا أمر متواتر من التاريخ المعاصر للمغرب. نذكر ذلك لبيان أن حقيقة الوطن لمن أراد أن يتذكر فعلا ومن أراد أن يتدبر حقيقة اللحظة التاريخية التي يخلدها المغاربة كل سنة، حيث التحم الملك والشعب في سير واحد وسياق واحد، وهو المحافظة على هذا التراث الذي عليه ولدنا وبه كنا وبه نكون غدا أو لا نكون، أي بالحفاظ عليه أو بخيانته. قلت هذا المعنى إنما يتأسس على الأصول أو الأركان الأساسية لمعنى المواطنة. فلذلك إذن ليس التراب مجردا كما يظنه بعضهم هو الوطن، وليس الاحتماء أو الاشتغال أو الالتفات إلى التراب مجردا هو معنى الوطن أو الوطنية، وإنما التراب نعم ذلك ركن أصيل ومن على التراب وهو الإنسان، ثم ما يحمل هذا الإنسان من ثقافة وهي القيم. فهذه أمور تشكل معنى الوطن، ولذلك كان شعار المغربي الدائم هذا الثلاثي المعروف الذي مرجعه واحد في نهاية المطاف، وهو قول الله الوطن الملك. مرجع ذلك إذن إلى أن الأرض ليست ذات قيمة من حيث هي أرض، ولكن من حيث هي مسكونة بإنسان. الإنسان هو الوطن، الإنسان هو الوطن. وقديما قال القاضي عياض، قاضي المغرب الذي قيل في حقه: لولا عياض لما عرف المغرب، وما شرف الأوطان إلا رجالها، وما شرف الأوطان إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على تربي إلا ما خصه الدليل من القرآن، أي من البقاع المقدسة تعبدا. وما شرف الأوطان إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على تربي. فالمواطنة الحقيقية إذن تجمع ما بين الإنسان والتراب، بل تعطي القيمة للتراب بقدر قيمة الذي يسكنه.
فإذا هان الإنسان الذي يسكنه هان التراب بعد ذلك، لأن التراب لا يحمي نفسه بنفسه، والتراب لا يحفظ نفسه بنفسه، والتراب لا يعرف قيمته لنفسه، وإنما يعرفها له الإنسان الذي يسكنه، والإنسان الذي يعمره، والإنسان الذي يبني فيه ويشيد ويقيم حضارة على قيم. فإذا كان ذلك كذلك، فهذا الإنسان بعد ذلك ما قيمته؟ ما خصوصيته؟ إنما قيمته ما يحمل في ذهنه وفي شعوره ووجدانه من ثقافة ومن قيم. القيم العامة الشاملة بمعناها الحضاري الكلي، الخلق العام للإنسان، ذلك هو الإنسان. قيمه، خلقه، ثقافته التي تمثل هويته وتمثل حقيقته وتمثل انتماءه الحضاري، به يكون الإنسان أيضا أو لا يكون، لأن الإنسان حينما يذوب في ثقافة الآخر، إذا ذاب الإنسان في ثقافة الآخر ضاعت هويته، ما بقي له وجود حقيقي، ما بقيت له بعد ذلك وطنية، حتى لو سكن البلد وعمر فيها وأقام، لكن المخ دياله، العقل دياله، والعواطف دياله هي مع ثقافة الأجنبي، مع ثقافة العدو في بعض الأحيان مع الأسف. هذا إذن ليس بوطني حقيقي، ليس بإنسان حقيقي منا، بل هو من الآخرين. فلذلك إذن قيمة الإنسان إنما تتحدد بقيمة من هو، أي ما يحمل من أفكار ومن ثقافة، وباختصار ما انتماؤه الحضاري. لذلك إذن كانت الوطنية عند الجيل المؤسس لهذا المعنى قائمة أساساً على هذه المعاني الكبار، أي في نهاية المطاف ترجع إلى ذلك السلطان الذي يحكم هذا المعنى كله، وهو سلطان القرآن الكريم والدين الإسلامي عموماً، الذي به كان البلد، أو كان هذا البلد أعني المغرب، كان وطناً منذ الفتح الإسلامي في تاريخه الأول إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله. الدين إذن هو القيمة الأساسية التي عليها المعول في حفظ معنى الوطنية وفي الاستمرار عليها، وخيانة هذه الحقائق هي خيانة للدين، وخيانة للوطن، وخيانة لملك البلاد بما هو بويع على هذه المعاني أساساً، وعرف وعلم أن معنى البيعة وأساس البيعة إنما مرجعها عقد ديني شرعي بالدرجة الأولى. لذلك إذن لا يكون وطنياً حقيقياً إلا من حافظ على هوية بلده وعلى ثقافة بلده. فمن أراد أن يحيي هذه الذكرى فليحيي في نفسه معاني الإيمان ومعاني الخلق العام لهذا الدين ومعاني الاجتماع البشري الوطني المغربي الأصيل الذي يشكل هويتنا والذي يكون حقيقتنا ومرجعيتنا التاريخية التي عليها تأسست دولة الإسلام بهذا البلد منذ عهد دولة الأدارسة إلى عهد دولة العلويين. إذن البرامج التعليمية الوطنية الحقة إنما هي التي تتأسس على هذا المعنى، والصحافة الوطنية الحقة إنما هي التي تدافع عن هذا المعنى، ووسائل الإعلام الحقة إنما هي التي تربي الناس على هذا المعنى، والإدارات السياسية والحكومية الصادقة إنما هي التي تخلص لهذه الأهداف وتشتغل من أجل هذه المقاصد، والشعب المخلص الحقيقي إنما هو الذي التفع حول ملكه على هذا الصك وعلى هذا البند وعلى هذا الأصل القويم. ومن خان ذلك من هؤلاء جميعا فقد خان الله وخان الوطن وخان أمير المؤمنين. إذا أردنا أن نكون صرحاء في الدفاع عن الوطن فلندافع عن قيم هذا الوطن، فلندافع عن أخلاق هذا الوطن، فلندافع عن قيم هذا الوطن. وإذا أردنا أن نكون صادقين حقا في وطنيتنا فيجب أن نكون فعلا مخلصين للمبادئ التي تأسست عليها أصول هذا البلد، وللثقافة التي تشكلت منها حضارة هذا الوطن وتاريخه المجيد، وهذا معلوم من تاريخ المغرب بالضرورة.
من ها هنا إذن الوصف الذي كان يوصف به قديما يعني في العقد السابق والعقود السابقة بعض الناس من الذين كانوا يخونون الوطن بانتمائهم إلى الآخر برفع رايات الحماية فوق أو فوق منازلهم هذا يرفع راية فرنسا وهذا راية إنجلترا وهذا راية روسيا يطلبون الحماية من الآخر ويخونون بذلك بلدهم وثقافتهم وأمتهم يشبههم إلى حد بعيد من يتنكر لأخلاق الدين الآن من يبادر إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا في مجال الإعلام والثقافة والاقتصاد والتعليم لأنه آنئذ يرفع راية الآخر ثقافيا أو اقتصاديا أو إعلاميا هذا انتماء إلى الآخر وخيانة للوطن صريحة واضحة المؤمن الحق والمغربي الصادق هو الذي له غيرة حقيقية على وطنه بما هو ثقافة بما هو تراب بما هو تراب وخريطة نعم لكن جامعة لمعنى تاريخ حضاري أصيل هذا المغربي الحق وهذا الوطني الغيور ولذلك الله جل وعلا نعى على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه القاعدة الكلية من كتاب الله جل وعلا حاكمة على معنى الوطنية أبد التاريخ فالمبادرة إلى التفسخ والانحلال من الأخلاق الأخلاق الاجتماعية التي شكلت معنى الأسرة المغربية الأخلاق الاجتماعية التي شكلت معنى الأسرة المغربية التي هي أخلاق الإسلام طبعا حيث كان الولد يحترم أباه ويقدره والبنت تحترم أباها وتقدره والزوجة تقدر زوجها والزوج يقدر زوجته ولا خيانة بين الجميع لا المرأة تخون زوجها ولا الزوج يخون زوجته ولا الأبناء يخونون آباءهم بما ارتبط بينهم جميعا من آصرة الرحم الرحيم هذه الآصرة المقدسة التي طلب في القرآن تقواها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هي التي شكلت معنى الأسرة المغربية والأسرة المغربية هي التي شكلت معنى الوطن في نهاية المطاف فنقضوا ذلك أو نقضوا بعضه نقضوا للوطنية وخيانة للتاريخ وخيانة للدين وخيانة لملك البلاد الذي بويع كما ذكرت غير ما مرة على هذا المبدأ وعلى هذا الأصل الذي على الجميع حكام ومحكومين مؤسسات وشعب حفظه والإخلاص له والاشتغال والتفاني فيه إذا كنا فعلا صادقين حتى انتشر بيننا مع الأسف نوع من المبادرة إلى الانتقام من العرض والذات بما وقع على بعض الشرائح من الظلم الاجتماعي والتهميش الاقتصادي يعني ما ينبغي أن يجد الإنسان في نفسه رغبة في الانتقام من نفسه يعني كثير من الناس لما يشعروا بأنهم همشوا اقتصاديا أو ظلموا سياسيا أو غير ذلك من المعاني الواقعة فعلا على الأرض الحل دياله أنه كينتقم من الوطن دياله فيكره وطنه ويكره أهله ويبادر إلى تخريبه بيده هذا غير معقول تماما فما ينبغي أن يكون خطأ الآخر مؤدي بي إلى الفتك بنفسي لأن الإنسان لما يفقد الانتماء دياله لبلاده فقد فقد الإحساس بوجوده أصلا أنت بعد ذلك من؟ حينما تفقد محبة بلدك ومحبة وطنك ومحبة ثقافته وقيمه بسبب أخطاء ارتكبها الآخرون وانت تدير رد فعل متشنج يفقدك التوازن ويؤدي برد الظلم بظلم آخر يؤدي إلى رد الظلم بظلم آخر والله يكره الظلم في كل صوره المؤمن من لا يستجيب للاستفزاز ويبادر إلى العمل الإيجابي وليس السلبي فإذا أخطأ الآخر فأنا ما ينبغي لي أن أخطئ بل ينبغي أن أقدم الخدمة التامة المتفانية لبلدي ولوطني ولثقافته وأن أشتغل بما يعمره ما ينبغي أن
ترتبط عاطفتي ببلد آخر أو بثقافة وطن آخر حتى أفقد ذاتي وأفقد وجودي. لا يمكن أبدا أن نستمر في الوجود في زمن صار الاستمرار والحفظ فيه على الخصوصيات من صعوبة بمكان معروف، يعني عصر العولمة وعصر انتشار المعلومات وتدفقها بشكل رهيب ودخولها في تدافع قوي جدا. إذا دخلنا هذا العالم ونحن ندخله أحببنا أم كرهنا، لأنه يتنزل عليك من علو وسائل الإعلام ووسائل الاتصال لا تستشير أحدا في أن تخبره بما يحصل وفي أن توصل إليه رسائلها، لا تستشير أحدا. الشارع العام الآن يتحرك بثقافة الآخر. ما ينبغي أبدا في مثل هذه المرحلة بالذات أن نبادر إلى الانتقام من أنفسنا، بل يجب أن نتوحد على معنى الأصلي الذي هو حقيقة هذا الوطن وثقافة هذا الوطن ودين هذا الوطن. المؤمن إذن إذا أراد أن يبني صادقا فليبني نفسه أولا. وكيف بناء النفس؟ اسأل نفسك أنت من؟ ولدت ممن؟ وتربيت في أحضان من؟ أنت مغربي إذن؟ ولدت من مغاربة وتربيت في أحضان المغربي، فيجب أن تكون مغربيا، وأن تكون مغربيا يعني أن تنتمي إلى ثقافة المغرب وإلى تاريخ المغرب. وقد علم قطعا أن هذه الثقافة وهذا التاريخ إنما هو دينك وقيمك وأخلاقك الاجتماعية، فمساهمتك في نقضها وخرمها وانشر التفسخ والأخلاق الرديئة في الشارع وقبول ذلك في المعاهد ومؤسسات التعليم وغيرها خيانة لذاتك ولوطنك ولبلدك ولمليكك. المؤمن الحق والمغربي الحق من يجاهد في الله من أجل إقامة هذا الصرح والحفاظ عليه في هذا الزمن قلت الصعب العسير، لأنك إذا دخلت العصر بنفسية متذبذبة مضطربة لا إيمان لك بنفسك فلن تستطيع أن تحفظ نفسك ولا وجودك ولا أسرتك. ما تقدرش تحافظ على الوجود ديالك والثقافة ديالك وأنت لا تؤمن بنفسك. ولذلك ما قوي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قوي على تبليغ الرسالة إلى المؤمنين وتبليغ الإيمان إلى الناس إلا من بعد أن آمن هو بنفسه أولا بأنه رسول عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فإذا آمنا بأنفسنا كانت لنا بعد ذلك القدرة على تثبيت حقيقتنا رغم الأعاصير الهوجاء في العصر الحاضر، بل بما عندنا من ثقافة قوية تتحدى، أقول تتحدى، نؤثر على الآخر. الدين ديالنا ماشي ضعيف، والثقافة ديالنا ماشي نقصة، والتاريخ ديالنا ماشي عوج. فإذا آمنا به حقيقة وتبنيناه صادقين وليس منافقين استطعنا لا أن نحفظ أنفسنا وحسب، بل أن نؤثر على الآخرين على ما هم عليه من تقدم مادي وتكنولوجيا عالية، لأن قوتهم الثقافية والفكرية والروحية خاوية، وهذه شهادتهم هم أنفسهم وواقعهم. والمشكلة أننا نتأثر بالخواء، نتأثر بالثقافات الفارغة والضلالات العمياء. فإذا تأثرنا بهذا فما معناه؟ معناه إذن أننا لسنا نحن أننا لا نشعر بوجودنا، لا نشعر بحقيقة ثقافتنا، إذن لا ندرك ما معنى وطنيتنا. الوطنية ليست كلمة تلاك في المناسبات، الوطنية التزام، الوطنية صدق، الوطنية عقدون بين العبد وربه حقيقة حينما تحللها بهذا المنظور الذي تحدثنا عنه وهو المنظور الحقيقي لها والذي عليه تأسست. ولهذا إذا أردنا أن نصدق الله ونصدق ملك البلاد في هذا الأمر فعلينا أن نعيد درس التربية الوطنية. هذا الدرس الذي صار شكلا بغير مضمون، صار شكلا بغير مضمون في كثير من المؤسسات. درس الوطنية الحق تلقيه الأسرة أولا، يلقيه الأب والأم، وتلقيه المؤسسة التعليمية، وتلقيه وسائل الإعلام، وتلقيه الحكومة وملك البلاد، كل يلقي هذا الدرس كل من جهته ومن جانبه، ولا يجوز لأحد أن يخون وظيفته في ذلك.
لأنه يخون وجوده ويهدد مستقبله. درس الوطنية الحق إنما يقوم على هذا التماسك الاجتماعي الذي يراد له في كثير من الوسائل ومن بعض الجهات تفكيكه وتدميره. وهؤلاء إنما يدمرون الوطن باسم الوطنية، وإنما يخربون الوطن باسم الوطنية. كلا، لن يسمح لهم بذلك. المؤمن يجب أن يلتف حول حقيقة الوطن بما هو ثقافة ودين، وبما هو إسلام جامع لكل العناصر الأخرى، عرقيا ولغويا وثقافيا وهكذا. هلما جرى، الدين جامع لكل شيء، ومن احترم الدين ودافع عنه ودافع عن قيمه وأخلاقه في بيته وأسرته وفي الشارع العام وفي المؤسسات، ولم يسمح لأحد بخرمه أو نقضه، فذلك هو الصادق حقا. وعليه وعلى مثله تنطبق الآية: من المؤمنين رجال، رجال حقا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، ما غيرتهم المناصب، ما غيرتهم الأموال، ما غيرتهم الممتلكات، ما غيرتهم الامتيازات، وإنما بقوا على الأصل الذي انطلقوا منه، مجاهدين أنفسهم في الله جل وعلا. أذكر أن مصطلحا كان عند الوطنية تاريخيا مصطلحا شرعيا، واحد اللفظة كانوا يخدموا بها رجال الوطنية، معروفة مشهورة لدى الجيل الذي كان في هذه المرحلة ولدى من تلقى هذه الثقافة في المدرسة أو في كتب التاريخ. هذه اللفظة هي الغيرة، الغيرة. وأذكر أن محاكمة المقاوم المرحوم عبد الله الشفشاوني الذي حاكمه المعمر المحتل وقتله إعداما، حينما سأله القاضي لما تفعل وتفعل وتفعل، أجابه بكلمة حكمة تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح إسنادها ولكن المعنى صحيح: اقتلوا من لا غيرة له. هذه اللفظة كانت عند رجال الوطنية والناس الكبار حافظينها مزيان، وكذلك الجيل التي تلقاها من الكتب المدرسية ومن كتب التاريخ: من لا غيرة له. فكانوا إذن بذلك يقتلون الخونة الذين كانوا مساعدين للاستعمار، اقتلوا من لا غيرة له، يقتلون هؤلاء الخونة الذين يساعدون الاستعمار ويدلون على عورات المقاومين والمجاهدين ورجال جيش التحرير. الشاهد عندي ها هنا، وهذه قطعة من التاريخ المعاصر للمغرب، هو هذا المفهوم، مفهوم الغيرة، وهو مفهوم إسلامي صحيح. يعني وفعلا كما أكدت، المرجعية ديال الوطنية إنما هي الدين. في حديث صحيح النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إن المؤمن يغار، إن المؤمن يغار، وإن الله يغار، وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. إذا كنت يا عبد تغار حقيقة على وطنك واستجيب لما علمك ربك الذي يغار عليك ولا يريد أن يراك في المعاصي والمحرمات، فإنك حينما تشرب الخمر أو تزني أو تسرق أو تأكل المال الحرام في المؤسسات باسم وظيفتك أو مرتبتك أو موقعك السلطوي، فأنت آنئذ تخون الوطن وتخون قبل ذلك الله ورسوله، وتخون ملكك الذي جعلك على هذه الوظيفة وجعلك هذه المؤسسة لتكون مخلصا، لتستجيب للغيرة المفهوم الحقيقي للوطن والدين. حينما ترى الغيرة تخرم وبندم ما عنده غرض في راسه يتقال فيه ما يهموش، المهم يكون الحرام أن يستفيد بالحرام مهما كان، تدرك آنئذ أن معنى الوطنية بدأ يغور في النفوس، مشى يغيب، يعني صار يغيض في القلوب كيبعاد كما يغيض الماء في التربة وتصبح التربة بلا ماء، فإذا صارت التربة بلا ماء فهي تربة ميتة لن تنبت شيئا. فلذلك ماذا يرجى وما يرتجى من شخص لا غيرة له على دينه ولا على نفسه ولا على عرضه؟ أو تكون له الغيرة بعد ذلك على التراب؟ أبدا. لهذا إذن حرص المقاومون الأقدمون على التربية الدينية الصادقة لأبنائهم، فإحياء الذكرى إذن يجب أن يقع بمراجعة أنفسنا
وبرامجنا على مستوى التعليم وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى الحكومة وغير ذلك من المؤسسات. فكل من تولى سلطة أو منصبا الصدق الحقيقي عنده أن يستجيب لبرنامج الأمة، وأن لا يخرج فيما يقترحه وفيما ينشئه عن الأصول الثابتة للبلد، عن الأصول الثابتة للوطن. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وارحم اللهم الشهداء المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمة الدين والحفاظ على تراب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك القويم، اللهم لا تجعلنا من الذين بدلوا ولا من الذين غيروا، واجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واجعلنا منهم يا ربنا برحمتك وبمحض فضلك وكرمك وجودك، لا منة لنا عليك، المنة لك وحدك لا شريك لك. اللهم وارحم ملك البلاد محمدا الخامس، وارحم ملك البلاد جلالة الملك الحسن الثاني، اللهم ارحمهما وطيب ثراهما برحمتك يا أرحم الراحمين، وبارك اللهم يا ربنا في أمير المؤمنين ملك البلاد محمدا السادس، اللهم وأصلح به وأصلح له، واحفظه من بين يديه ومن خلفه، واحفظ وليه ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين، وثبتنا اللهم يا ربنا بتثبيتك، واحفظنا يا ربنا بإرادتك وحفظك، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم أن تدخلنا في سترك وفي عفوك، فرج اللهم الكرب عن المكروبين، واكشف الغمة عن المغمومين، اللهم يا ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الذين اتقوك وكانوا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الذين اتقوك وكانوا من الصادقين، اللهم اجعلنا من أهل التقى والعفاف، اللهم وأدخلنا في رحمتك برحمتك، وأنر قلوبنا وأعيننا وألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا وبصائرنا، اجعل لنا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعلنا لك بذلك شاكرين حامدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، واجعلنا لك يا ربنا من المتقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.